سيادة الحضور الكرام، مساء الخير. أولا أحب أشكر نادي روتاري سان رايز اسكندرية وشركة فيس تو فيس على تنظيم الحفل ده واشتراكي فيه. وأنا سعيدة جدا إني بشارك في المبادرة المهمة دي، ونادي كلنا هنساعد مرضى النشر الكلوي في تخطي مهنتهم من خلال شراء وحدتين للغسيل الكلوي لصالح مستشفى أبوقير للتأمين الصحي ومستشفى الأساسية العام. وأنا كمان سعيدة جدا إن المبادرة دي بتحصل في مدينتي، مدينة اسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، وإنها هتكون خطوة مهمة في سلسلة المشاريع الخيرية اللي بشتغل فيها خلال الفترة اللي بحكم فيها لقب ملك جمال مصر. وشكرا لحضوركم كلكم ونورتم. ميرسي. العرض بقى ملكة جمال مصر، ازاي؟ اهلا بحضرتك، ازاي؟ مبروك طبعا التاج ومبروك اللقب. النهارده انت تعملي دور ملكة جمال مصر الحقيقي بقى، اللي هي مش البنت الجميلة بس، البنت الجميلة المثقفة اللي ليها دور خيري وليها دور مهم في بتمثل بيه اسم مصر. اكلمينا عن مظبوط. انا ليا شرف اني اكون في الايفنت النهارده، لانه احنا بناخد البروفيت تبع الايفنت ان احنا نجيب اجهزه للغسيل الكلوي للناس المحتاجه، وهم هنا في اسكندريه في مستشفيتين، في ابو قير وفي راس التين هنا العام. وده الصراحه بيدل ان احنا لازم نقف دايما كلنا ايد واحده مع بعض ونساعد بعض ونساعد المحتاجين. فانا ده شرف بالنسبه لي ان احنا نعمل حاجه نتقدم بيها بمصر قدام العالم، ولازم نفضل نبين للعالم كله ان احنا احسن بلد، وهنفضل ان شاء الله احسن بلد. وطبعا بحب اسكندريه واخترت اسكندريه لان انا مدينتي اسكندريه، اتولدت هنا، واسكندريه مدينه الجمال. فاحنا برضو بنظهر من مشروعات يعني ان انا اظهر كل جمال مصر، كل المناطق السياحيه قدام العالم برضو، فعشان الناس كل العالم تيجي تزور جمال مصر هنا. انت تاني ملكه جمال من اسكندريه، طبعا الاولى هدى عبود. قالت لك ايه بقى؟ احنا عارفين انها خالتك طبعا، تقول لنا قالت لك ايه ونصحتك بايه وانت بتتقدمي للمسابقه وبعد ما فزتي باللقب؟ وانا بتقدم بالمسابقه طبعا شجعتني، قالت لي دي اكسبيرينس حلوه جدا، هتعلم منها حاجات كتير، لانه مش بس احنا مش بنبس بنبص على الشكل الخارجي بس، بنبص على حاجات كتير، الثقافه والعلم والادب والاخلاق عامه، لانه دي حاجه احنا بندور عليها كتير دلوقتي الايام دي في البلد، في بلدنا يعني. ف الاكسبيرينس صراحه دخلتها والتجربه كانت جميله جدا، اتعلمت كل يوم كنت بتعلم حاجه جديده. وطبعا بعد ما فزت باللقب طبعا كنا فرحانين جدا ومبسوطه جدا، وهدى طبعا شجعتني وفضلت ورايا وما سابتنيش طبعا وسندتني على طول. هي من وانا صغيره دايما بتشجعني دايما عشان اظهر مواهبي وكده، حتى في الباليه وكله، عشان من وانا صغيره برقص باليه وكده. شغلك كموديل دفلك ايه لما بداتي تقدمي للمسابقه؟ كان يديك الثقه على الاستيج؟ عايزه اقول لك انا مش موديل، عمري ما اشتغلت موديل، كانت بالنسبه لي تجربه جديده اني امشي على المسرح زي المودلز، بس انا كنت بمثل على المسرح، انا بحب امثل من وانا صغيره، فكنت بشترك في كل الحفلات بتاعت المدرسه، كنت باخد الادوار البطوليه، فكان ما عنديش خوف المسرح قوي، بس موديلنج ما كنتش عمري موديل يعني على المسرح. لكن حاسه ان هو اضاف شويه لشخصيتك لما قدمت للمسابقه، رهبت الستيج راحت شويه. بالظبط، يبقى الواحد عنده ثقه، كل ما بنقف على المسرح بنكتسب ثقه بنفسنا اكتر يعني. تقولي ايه ليوسف؟ يوسف بشكره على كل حاجه بجد، لانه بيشتغل كتير ليل ونهار بجد، مجهوده ملحوظ جدا يعني، بشكره على كل حاجه. شايفه يعني نشاط حلو قوي، ان الشركه مش شركه موديلنج بس، لا بترعى نشاط خيري بالحجم ده النهارده. النهارده في مسج انت عايزه توصليها لمصر وللعالم، هي ايه؟ بالظبط، احنا مش بس جمال، بس احنا جمال بهدف، جمال هادف، وان احنا بنبرز جمال مصر، لانه احنا مش، انا مش اخده التاج على ملكه جمال لارا، هي مش بس لارا، هي مصر نفسها. فكلنا لازم نساهم، كلنا ايد مع بعض، فده الحاجه الحلوه ان احنا كلنا بنعمل مع بعض، نجتمع مع بعض ونقوم بحاجات خيريه كده تخلي بلدنا دايما اعظم بلد في العالم. في رساله صغيره للشباب عايزه تقولي لهم ايه كقدوه ليهم؟ للشباب عايزه اقول لهم انه دايما ما يستسلموش ويفضلوا يمشوا ورا احلامهم وهيحققوها ان شاء الله دايما. بالتوفيق. ميرسي، ميرسي خالص.